والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين البشير النذير الطهر الطاهر الدر الفاخر أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم ويا سفينة النجاة ويا عدتي في الحياة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار. بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما يا خيال ساري. فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفرا من الأسفايا. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تستعد فإنهن عواري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمايان عداوة الأحرار. لا تأمل الأيام يوما بعدما غدرت بأحمد غدرت بعجرة أحمد المختار. يا صوتك صوتك ويا ساعدني شوي.
غدرت بعترة أحمد المختار يا 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 فجعت حسينا فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار يا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لإمامنا سيد الشهداء الحسين بن علي يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلايا قل الديان أكثر الناس عبيد للدنيا طلع منها الكثرة الكاثرة الصفوة المؤمنة الناس اللي حقيقة علموا علم اليقين أنه في زوال الدنيا زوال سراء الله وكيل الدنيا سراء نركض وراء سراء نتهالك وراء سراء نقتل بعضنا بعضا على سراء نظلم الناس على سراء نسرق من هذا ومن ذاك على سراء من بقيت الدنيا لمن بقت لو بقيت لغيرك لما وصلت إليك هاي الدنيا حقيقتها حينما ينظر إليها الإنسان لما ينظر إلى حقيقتها لا يبقى شو وقت الإنسان يخشى شو وقت الإنسان يتعلق بالدنيا حينما ينسى الآخرة حينما ينسى الله يستأنس بزينتها بزبرجها وكأنه خالدا فيها وهي في الواقع الدنيا سبحان الله يعني حتى القرآن حينما يذكر الدنيا لا يذكرها على أساس أنه يريد أن يبرهن للناس أن هذه الدنيا زائلة لا وإنما يذكرها على أساس بديهي من البديهيات مثل واحد زائد واحد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم القرآن حينما يذكر الموت يذكر الدنيا يذكرها وكأنها من البديهيات الواضحة المفروض الإنسان يتعلم أن يأخذ الدنيا متى تكون نقمة ومتى تكون نعمة هي هاي الدنيا نفسها المال متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة الصحة متى تكون نعمة ومتى تكون نقمة كل الخيرات اللي وضعها الله سبحانه وتعالى بين أيدينا فيها يعني نستطيع أن نقول سيف ذو حدين شر وخير حق وباطل هذا المال ليس هو المذنب المال الذي يحمل الظرف الذي يحمل حينما يكون ظرف الإنسان شو أقصد بالظرف يعني روحية الإنسان ها اللي يتحمل بعض الناس يصير عنده كرسي بعد ما تتحمل ما فيك تسلم عليه
وفي بعضهم لا عند الملايين ولا شيء. هو ذاك الإنسان متواضع، ذاك الإنسان الترابي، ذاك الإنسان المنفق، يدور وين أكو أعمال خير، وين أكو يتيم، وين أكو مشروع خيري. هو يبادر، مو إلا ينتظر يدقون بعض. هو مبادر. هاي الخيرات اللي الله سبحانه وتعالى حينما وضعها بين يديه، حينما يتحكم فيها تكون هي عبدة له، لكن حينما تتحكم به الدنيا، حينما تحكم تكون هي الحاكمة على الإنسان، يكون عبدا لها. الباطل يسوي حق والحق يسوي باطل. يطلب المصاري، يريد من عنده مصاري، يقول ما عندك لي مصاري، عندك عندي مصاري، ما لك عندي مصاري. يعلم بأن فلان له الحق، لكن لا يعطيك، لا يتفوه بكلمته. شو اللي يخلف؟ دنيا. لذلك أصبحت في الحديث الشريف حب الدنيا رأس كل خطيرة. لو تلاحظون شوي هيك شوي، يعني للروح ننسى العبر من ثورة الحسين، هاي الثورة العظيمة، هاي اللي أثرت الثورات، أثرت أعظم ثورة على وجه التاريخ، وكلها من بركات رسول الله. من هو الحسين؟ هو تلميذ رسول الله. أعظم ثورة وأصدق ثورة وأغنى ثورة، سبحان الله، وأصغر ثورة. لاحظوا ساعات، يعني عاشوراء، يعني ساعات، شو قيمة هالساعات من عمر الدنيا، من عمر اليوم، من عمر الأسبوع، من عمر الشهر، ها؟ من عمر السنة، من عمر الدهر كله. هاي الساعات، هاي الكلمات اللي قالها الإمام الحسين أصبحت مادة للثورات، كل الثورات اللي جاءت بعد ثورة الإمام الحسين كلها متينة للحسين، من ثورة المختار، ثورة التوابين، ثورة المدينة، ثورات كثيرة. وما زال الحسين معطاء. اللي تشوف الآن هالشباب، شباب بعد في ريعان، شباب في جنوب لبنان، شوف بيده القرآن الكريم وكتاب الأدعية، وباليد الأخرى السلاح، وعلى جبهته مكتوب عليها يا حسين. هاي الثورة المخدرة للشعوب. لذلك الحسين أخاف أعداءه في حياته، كان مخيفا، سبحان الله، وبعد مماته كان مخيفا، حتى بعد الممات. اقرأوا التاريخ، شوفوا الأمويين شو عملوا حتى يمحوا قبر الحسين. ماذا فعل العباسيون من بعده وأولاد عمها؟ بالمناسبة الأمويين والعباسيين أولاد عمها الحسين، قرابة ما تلعب دور هنا، كرسي دنيا، من شان يزيد يحكم، من شان الطاغية الفلاني يحكم، يفتح السجون، يظلم الناس، يشتغل بالكيمياوي، ما أدري شو يعمل، مكان تخرم البشر، وهي اللي عثروا عليها في العراق بعد سقوط النظام، مكائن يجيبون بها بني آدم يطلعوا لحم مثلا للأسماك. هاي من شان شو؟ صدقوني، من شان أن نرى ذلك الطاغية في تلك الحفرة. هي هاي الدنيا ينثالك عليها تسوى؟ لكن هذه الدنيا، تعال شوف شلون رفعت من الإمام علي، مو هي، هو حينما جعلها مطواعة لروحه، ما صار هو عبدا لها. حينما يترفع الإنسان يكون مع الحق، مو يعني ما يسأل، ما يرد لها كثير تعب، صحيح مجاهدة نفسه، أن الإنسان
يتنازل عن شهواته وعن نزواته من أجل الله. يعني شو قيمة هاي الخمسين الستين السبعين مية مولق مؤيا نبي الله نوح سلام الله عليه؟ اقرب الروايات كم عاش نوح. في رواية تقول أن نوح عاش أكثر من 2650 سنة. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه حينما جاءه ملك الموت كان واقفا أين؟ كان واقف بالشمس. فجاءه ملك الموت سلم عليه أهلا وسهلا يا ملك الموت. فقال له يا ملك الموت جئت مسلما أم قابضا؟ قال لا والله جئت أنا قابض أقبض روحه. قال لك اسمح لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل. قالت الغضب لكرامتك عند الله وإن حتى هاي هم ما يسمح لنا، لأن إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تفضل. فانتقل نوح سلام الله عليه من الشمس إلى الظل. فقال له أعلم يا ملك الموت إن هذا عمري كله كمثل انتقالي من الشمس إلى الظل. صلوا على محمد وآل محمد. وهاي عبرة إنه سبحان الله يقول الإمام زين العابدين أكبر عمر يمر به الإنسان هو حالة ولادته، بعدين يبدأ العد بالتنازل. يعني أنا الآن مثلا الله كاتب أن أعيش 70 سنة إن شاء الله بالطاعات والعمل الصالح جميعا إن شاء الله، والصحة والعافية والبركة والخير إن شاء الله. الساعة اللي نتولد بيها يا ساعة ساعة بيش ساعة كم؟ الساعة الفلانية. يبدأ بالتنازل. يعني مضى من عمري صغرت 70 60 سنة، الآن أنا عمري 60 سنة، صغرت 60 سنة، بعد ليش كم سنة؟ 10 ما أدري صح 10 راحي أقول هذه الكلمة اللي بعدها أقولها أم لا؟ لا أدري. يقول له لقمان الحكيم في عنده كلمة يوصي بها ابنه، يقول له يا بني أعلم إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها. شو استدبرتها؟ يعني أنت ما متوجه لها، أنت متوجه إلى دار أخرى، أنت معطيها ظهرك. هذا الطفل لما يجي هو بنفس اللحظة اللي إجى فيها للدنيا أعطاها ظهر ورايح على كم سنة يجي؟ سنة سنتين ثلاثة عشرة مئة جديد. اعلم يا بني انك منذ سقطت الى الدنيا استدبرتها واستقبلت الاخره، فدار انت اليها تسير اقرب من دار انت عنها متباعد. هاي معروفه. الان نريد نطلع من هون نروح على مطرح، على مكان معين، على حسينيه، على مسجد. حينما ننطلق من مكاننا من نقطه اليف ونتوجه إلى نقطة باء، كلما ابتعدنا عن أليف اقتربنا منها. استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها متباعد. فلهذا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول الناس عبيد الدنيا. هؤلاء الدنيا خير، الدنيا كما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين، كثير من الناس يصرون حينما نتحدث عن الدنيا نتحدث عن الإنسان يكون يقعد الكوخ يلبس ملابس رثة، ما يأكل الطعام الجيد، ما يركب المركب الجيد، يتصور هكذا كثير من الناس، في حين هذا خطأ. أو حينما نتحدث عن الزهد يتصور أنه الإنسان الزاهد يكون يلبس ملابس قديمة عتيقة ممزقة ما أدري تعبانة وسخة، هو يكون وسخ ما ينظف نفسه، في حين ليس هكذا. الزهد يقول إمامنا علي بن أبي طالب ليس الزهد ألا تملك شيئا، بل الزهد ألا يملكك شيئا. دع
الدنيا لا تملكك إلا تملكنا، مثل ما واحد شايل شنطة، الدنيا خليها بالشنطة وأنت قوتها، مو هي تقودك. شلون تقودك؟ لما ما تعطي حق غيرها، ما تعطي حق الناس. الباطل حق، الحق باطل، كذب عندك، بهتان عندك، غيبة عندك، لأن هذا يكون بعض الأحيان الإنسان يكذب يرتاح فيها راحة. لما ما يواجه صديقه بعيوبه ما يقول له أبا أنت عندك كذا، فيما بينه لا وين أمام الناس يتحدث عليه. هي هاي الغيبة، الغيبة أدام كلاب أهل النار. وبعض الأحيان توصل بالإنسان الحالة أنه لا يستلذ بمجلسه إلا بهذه، حرام، كله حرام. فلذلك حينما يكون الإنسان عبدا للدنيا، ماذا تريد الدنيا منه؟ إلى أن تصل أن يخذل الحق، بل يكون على الحق. حينما توجه الحسين إلى قبل وصوله إلى العراق، التقى بالشاعر المعروف البرزدق، فقال له: ما تركت الكوفة ما وراءك؟ فقال: تركت الكوفة قلوبهم وياك، لكن سيوفهم عليك. يعني إرادتهم ليست بأيديهم، إرادتهم بيد من؟ بيد الطاغية. متى يكون الإنسان إرادته ليست بيده؟ لما يكون جبان، لما يكون من أبناء الدنيا، لما يكون خائف. لهذا حينما تجد أنصار الحسين أخذوا هذا الموت، صدقوني تاريخنا من هؤلاء، من وهب بن حباب الكلبي. هذا اللي لما دخل المعركة كان يصير أمير الحسين، ونعم الأمير سرور فؤاد البشير الذي علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ هذا ما رايح إلى بستان بورود وبمال كذا، ما رايح إلى عرس، رايح إلى نبال ورماح وسيوف وتبطيح، أو علي الأكبر أو قاسم أو كل أصحاب الحسين من صغيرهم إلى كبيرهم، بل حتى النساء. نساء، أنا عجوز في النساء ضعيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. مرأة عجوز، مرأة عجوز. فالمرأة كان لها دور في عاشوراء، ليس فقط زينب، زينب تاج النساء، سيدة نساء زمانها، وهي بنت من؟ بنت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها. بنت من؟ بنت علي بن أبي طالب. وتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما علي دبا. هذا بمعترك النصول، وهذه من حيث معترك المكاره. حتى السبات هو كانت ما راحت، ما دخلت إلى عبيد الله ابن زياد ذليلة، لا، وإنما يقول لها: ماذا رأيت صنع الله بأخيك والمرد من آل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، إن هؤلاء قوم كتب عليهم القتل والقتال، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج أكلتهم. هاي مو إنسان مهزومة، ابن الدنيا مهزوم، جبار. كربلاء صنعت من زينب غش، كربلاء صنعتنا جميعا. هاي المنظومة العظيمة، هاي من كلمات الإمام الحسين حينما تجمعها من أعظم مواد الثورات، أعظم. تلاحظ فيها النبل، تلاحظ فيها الأخلاق، تلاحظ فيها الشجاعة، تلاحظ فيها البلاغة، تلاحظ يعني هاي ساحة كربلاء. سبحان الله، هاي الساحة العظيمة جمعت طرفين متناقضين، أهل الآخرة، أهل الفضيلة وأهل الرذيلة، أولئك الذين يحبون الدنيا
هجرهم يقل حينما جلس الشمر على صدر الإمام الحسين. هاي الواقع حينما تمر علينا في أيام عاشوراء، الشمر مين هو الشمر؟ أم حال الناس؟ أم إنسان؟ لكن دخل حب الدنيا في قلبه، ما في رحمة في قلبه، ما في حق في قلبه، يعلم من هو الأسود. يقول له أنا أدري أنت من؟ أنت الحسين ابن فاطمة ابن علي ابن رسول الله ابن خديجة، ومع ذلك أقتلك. يقول له شفاعة جدي عندك أفضل أم هدية يزيد؟ اسمع ماذا قال. فقال له يا حسين دان قل من يزيد. شوف وين توصل بالإنسان إلى أي درجة من السقوط. دانق يعني شو؟ فليس شو فليس دانق من يزيد أفضل من شفاعة جدك وأجرك. شلون الصفة على الأحيان أنا وأنت هم كذلك نمر بالامتحان. أنا وياك نمر بهذه الأمور، إحنا هم بشر. فلذلك أين نقاط الضعف؟ بذلك العسكر في معسكر عبيد الله بن زياد علينا أن نعتبر. وأين نقاط القوة في ثورة العسكر؟ نتفحص. هي هاي عظمة المجالس، عظمة ثورة الحسين هاي. تشوف العباس روحي فداه، يعني فد لقطات رهيبة ما تعرف شلون تصورها، تريد تسوي لها فيلم. والله في بعض اللقطات العجيبة، في بعض اللقطات يعني عباس يقولون أثر العطش في كبده وفي لسانه وفي عينه، بحيث لما دخل إلى نهر العلقمي نهر الفرات، طلع من نهر الفرات، يقول حمل الماء ولما أحس ببرد الماء رماه من يده، حتى يقول له ترى هذا الماء إذا أشرب أشرب أقدر أشرب، ولكن هيهات أنا أشرب وأخي الحسين أشرب. هاي شو هاي؟ هاي حقيقة يعني أكو فد مثل بالإيراني يقولون الأخ يعني عباس، بالفارس اللي يقولوها يعني الأخوة لما توصل إلى هذا، هاي حقيقية. وين في ساحة معركة إذا أريد يبرر النفس حتى أتقوى وحتى أذبح الأعداء وحتى أقاتل الأعداء وحتى ما أدري كذا، لكن كان همه الوحيد أن يوصل الماء إلى عائلة الحسين. في رواية تقول أنه مع الحسين. على كل حال هذه اللقطات وهذه الصور العجيبة، زهير بن القين كان في اليوم العاشر يقول لأبا عبد الله لو قتلوني، أو في ليلة العاشر، لو قتلوني وأحرقوني وذروني في الهواء، يعني صرت مثل رماد، وهكذا يفعل بي ألف مرة ما تركتك، فكيف بها وتتفة معه. بينما أولئك المعسكر، ذلك المعسكر الذي سيطر عليه حب الدنيا، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملكرين. شوف شلون لعين عبيد الله بن زياد، يقول قبل ما يوصل الحسين إلى كربلاء، عبيد الله كان يحلم الحسين قادم إلى العراق، أعطاه ملكرين، أعطاه إياه، كتب له كتاب على أنه إحنا كلفناك في أن تكون أنت الحاكم في الري، في منطقة الري. لما إجى الحسين وصل إلى كربلاء فقال له اخرج لقتال الحسين، فقال أعفيني. قال له إذا جيب الأمر اللي أعطيناك إياه. خلاه في صراع، في صراع مع نفسه، شلون والناس افتهمت انا صرت خليفه الري وصرت حاكم بالري وصرت مالكه الري. هذاك ري، اكو بعض الاحيان يصير
مشاكل بين الإخوان على بس شغلات تافهة. أنت لاحظ هذا كله منين؟ من هالخواء الروحي. ما أحوجنا إلى أن نعطي لروحنا شيئا من الروح، وخاصة من روح الإمام الحسين، روحي فداه. فإذا تلاحظ أنه الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك الامتحان قد طلعوا مع الحسين. شو وقت طلع الحسين تدرون؟ شو وقت طلع؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. اللي رايحين للحاج يعرفون هذا اليوم شو؟ ثامن من ذي الحجة، يسمى بيوم التروية سنة 61 بعد المحرم ما جاء. يوم الثامن يوم التروية. سابقا كانوا الناس الحجاج عندهم قرب يرموها يعني يملوها حتى ياخذوها، لانه رايح يروحون على منى، ثم من منى يروحون على عرفات، ومن عرفات الى المزدلفه، ومزدلفه الى منى، وهكذا. فيحتاجون الى المي، فيحاولون انه ياخذون المي الماء معهم من مكه. خرج في هذا اليوم قد طلعوا مع حجاج طلعوا معاه، كانوا منتظرين حتى يكمل. ما ادري ليش ما كمل الحسين، انا يعلم ان هنالك عيون وجواسيس ارسلهم يزيد بن معاويه وامرهم ان يقتلوا الحسين حتى ولو كان متعلقا بهزار الكعبه. وكان يقول اقتل خارج مكه خارج الحرم بشبر احب الي من ان اقتل بداخلها بشبر. هذا الى حر. الله سبحانه وتعالى قال له احترمت هذا، يعني اعطيت حرمة لهذا البيت، والله راح اسوي لك انا كعبة. روح الان شوف الحسن. تدري بزيارة الأربعين ايش قد يسطون الزوار؟ 25 30 مليون زائر. ما ادري هاي كربلاء كيف تسعهم. امس ذكرنا حديث بورك لولدي الحسين في ثلاث، في ولده وفي قبره وفي مشهده. المشهد يعني المكان اللي دفن. هاي البركه، هاي البركه، هاي البركه. احنا الان بيننا وبين الحسين احسب من سنه 61 واحنا الان 1435، كم سنه؟ حوالي 14 قرن. ونتشرف ان نجلس نتتلمذ على حسين. هو صاحب العصر، هو صاحب العصر. نأخذ من دروسه، نأخذ من خرج الكثير الكثير مع الحسين. لكن حينما وصلت الأخبار عن قتل مسلم بن عقيل، والحسين هم كذلك حاول أن يمحصهم، حاول أن يغربلهم، قال لهم ترى أنا رايح للقتال، خاف واحد يأخذ بحقيبة وزارية ويصير وزير ويصير مستشار ويصير كذا. الجماعة قاموا يرجعون، لا هو كمل الحج ولا اجى توفق مع الحسين. ما بقى معه إلا هذه الصفوة المباركة حتى تلاحظ عظمة هؤلاء في ذلك الوقت اللي كان السيف هو الحاكم. الألسن كانت تقطع، الأيدي تقطع، الأرجل تقطع، كما قرأنا في أحد المجالس رواية عن إمامنا الباقر سلام الله عليه، وهو يروي لنا ماذا حدث لأتباع أهل البيت قبل الحسين. كم كاتبوا الحسين؟ شقد كاتبوا الحسين؟ كثير من الناس. أقل رواية تقول 12,000، أقل رواية، بحيث قام يخليهم بالقواني، خاف يحتاجهم. هالرسائل هاي وين صارت؟ وين دورت؟ شبث بالربعي. لذلك دائما الانسان دائما يطلب من الله، يطلب من الله حسن العاقبه. اخواني اعزائي، شبث بالربعي كان احد القواد الاربعه الذين يعتمد عليهم علي بن ابي طالب امير المؤمنين في واقعه الصفين، وكان الساعد الأيمن لإمامنا الحسن المشتبه. وإذا به في واقعة الطف يتحول على الحسن.
حتى هو قاتلنا آل معاوية آل أبي سفيان مع أمير المؤمنين ومع الحسن، والآن عدونا إلى ذريته مقاتله. ضلال يا له من ضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما يكون تصلي لك ركعتين تقول الحمد لله، لا، اطلب من الله أن لا يضلك، لا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا من جملة الأدعية المذكورة في القرآن، آية قرآنية، ولكن دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ يعني الانحراف. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم عرفني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه. مو بس عرفني الحق، كثير من الناس يعرفون الحق بس ما عنده قوة حتى يتبع الحق. روحيته ضعيفة، مريض، وهذا في الواقع المرض. يعني إن الإنسان الذي يلتفت إلى نفسه يحاول أن يكشف نقاط الضعف التي فيه. يقول إن شاء الله أنا زين، إن شاء الله ما أبي شيء، إن شاء الله. مثل واحد مريض مليان أمراض، يردون يأخذون الحكيم يسووا له عملية، ما أبي شيء، ما أبي شيء، كلك أمراض. فلذلك أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. دائما آية توراة الإمام الحسين وهذه المجالس وعظمة هذه المجالس بقدر ما تعرف لنا من الحق، بقدر ما نقترب من الحق. فلذلك الحسين حينما كان يخبر، مو يعني قاعد يعني ينشئ إنشاء أو هيك راح يصير، لا، قاعد يتحدث عن حال. الناس عبيد الدنيا والدين لعق. هذا الدين مثل اللعق، مثل واحد شايل لك ملعقة شوية عسل يخلق على لسانه ويليق به، بس ما يحكي بالدين. لكن تعال شوف، بخلي عنده مصارف أمن على شغله، خليه على منصب، تعطيه ما أدري كذا. فلهذا تلاحظ أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا من هذه الدنيا. لا تكن عبدا لها، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. والحسين يتحدث عن حقيقة، عن سنة ثابتة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما سكن حب الدنيا قلبا إلا التاط فيه بثلاث: شغل لا ينفد عناؤه، اسمي صحيح. الإنسان عليه أن يكون كاسب، والكاسب حبيب الله، وأن هنالك من الذنوب ما لا يكفرها إلا الهم بالمعيشة. حل الإنسان يهتم بعيشته، يكون عزيز، ليكون ذليل، ليكون عالة على الآخرين، لكن لا يتحول إلى آلة بحيث أنه تسحقه الدنيا وقت كل آخرتك تريد، روحيتك تريد، عيالك يردون، أولادك يردون. مع أحلى الجلسة حينما يجلس الإنسان مع عياله مع أولاده يسألهم على تربية، حفظ آية قرآنية: شغل لا ينفد عناؤه وفقر لا يدرك غناه، اسم فقير حتى لو تعطي أموال الدنيا، وفقر لا يدرك غناه وأمل لا ينال منتهى. أمله طويل طويل، من يوصل إلى أبد ما يوصل. أمل مع أمل، وأمل يجر الأمل، وأمل لا ينال مناه. يقول: حرام على كل قلب. هكذا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحذرنا، لأنه سبب مأساة البشرية
وسبب إعراض الناس وسبب المظالم والقتل والذبح. هذول اللي قاعد يروحون الآن بالعراق كل يوم 10 سيارات 30 سيارة 30 سيارة. وين يخلون؟ بالأسواق. وين ماكو نقاط ضعيفة ما فيها أمن، ما فيها استخبارات، ما فيها عيون، ما فيها على شو؟ لا يعطوه دفتر 10,000 دولار، لا يعطوه 5,000. والله واحد ينقل يقول مرة راح يشتغل هو بالنجف بالمقابر، جابوا لنا ميت مقطوع راسه مقطوع، ميت يعني ميت عادي مش بعملية مثلا. خو هذا قال لهم هذا ليش ميتكم مقطوع راسه؟ قالوا له ابوي احنا كنا جايبين هذا الميت بالجنازة، خلينا مخلين جنازة هناك بالعراق، يخلون الجنازة على سيارة، على سلو سيارة، وأهل الميت قاعدين في وسط السيارة في داخلها، والسيارات أرحام أقرباء إخوانه معه سلك مع سيارة ما أخذين. وقفونا وين؟ ما أدري، بالمحمودية أو باليوسفية في المنطقة تبعد عن بغداد. فأوقفوهم الإرهابيين، وقفوهم بالمعلقة، قالوا وري راس، الريد راس. هذول خطية كلهم خافوا، فاتفقوا على انه هذا الميت. قالوا له تعال ويقطع راس هذا، هذا ميت ميت، ليش نقتل واحد من عندنا؟ على شقد؟ معطيه 50 دولار، 50 دولار صدقوني. هكذا تصل بالانسان. اجوا على قتال الحسين، قاتل الحسين على حفنة من الشعير، حفنة من الشعير. وهي شلون هي تجي شوي 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 الإنسان يفقد هاي، يعني روح بعد يعني يفقد روحيته بالمرة. لو البطارية بعد ما بيها قوة انتهت يموت. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرام على كل قلب يحب الدنيا أن يفارق الطمع. كل واحد يحب الدنيا كذب، يقول لك أنا ما عندي طمع. المحب للدنيا طمع، والطمع توقع منه جرائم كثيرة، ما يعرف حتى بيه، ما يعرف حتى خير. من أحب الدنيا جمع لغيره، اللي يحب الدنيا. وانت رزقك رب العالمين معطيك اياه، الصحة معطيك اياها، يطلع شو ناس الايتام الفقراء محتاجين فلان، انت ربك معطيك خيرات كثيرة. لما تتعدها معناه صار لغيرك، انت قاعد تجمع لغيرك. حب الدنيا كما ورد في الحديث الشريف يفسد العقل ويصم القلب عن سماع الحكمة ويوجب أليم العقاب. المتمتعون من الدنيا تبكي قلوبهم وإن فرحوا ويشتد مقتهم لأنفسهم وإن ارتبطوا ببعض ما رزقوا. إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد حسرته عند فراقها. شلون الشجرة الكبيرة الضخمة اللي عندها ما شاء الله هيك جذور ممتدة، هذا الإنسان اللي يولد الإنسان خفيف 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 خفيف، أصلا حتى ملابس ما خفيف، لكن هاي الشروش الممتدة في الأرض هي اللي تشد هذا الإنسان. من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحبها أورثته الكبر، شوف يتكبر. ومن استحسنها أورثته الحرص. شغلة متعلقة بشغلة، شغلة تعطي ثمر. سبحان الله، هذا الموضوع اسم ثمرات حب الدنيا، نتائج حب الدنيا. فمن أحبها أورثته الكبر،
ومن استحسنها الكبر، الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أرديته من ناري. ما يلوم من الإنسان عمي، والله ما يلوم من يتكبر. هذا الإنسان اللي أوله نطفة وآخره جيفة يتكبر على الله، من هو؟ يتكبر على الناس. ومن استحسنها أورثته الحرص، ومن طلبها أوردته إلى الطمع، ومن مدحها أكبته الرياء، ومن أرادها مكنته من العجب، ومن اطمأن إليها ركبته الغفلة. السكر ثلاثة كما ورد عن إمامنا علي بن أبي طالب، سكر المال وسكر الصحة وسكر الغفلة. الغفلة، ويقول سكر الغفلة أشد إفاقة من سكر الشراب. ما أقول سكر الشراب يعني النية، بس يشرب ساعة ساعتين ثلاثة يفيق، لكن هذا الإنسان الغافل تتكلم كأنه لم تتكلم معه. يرى الأحداث بعينه، هاي الأحداث يومية، مودع أحبه، مودع كذا، يذهب إلى المقابر، لكن لا يعتبر ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا عيوبنا بحرمة محمد وآل محمد. لهذا نلاحظ أن الإنسان حينما يقف أمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يخاطبه: اللهم اجعلني في مقامي هذا، كما قلنا بالأمس حينما نقف أمام ضريح الإمام الحسين، لا نقف أمام حديد أو نقف أمام شباك، نقف أمام مبادئ، أمام قيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت، أنت المن تحب يا إلهي أنا أحب. اللهم إني أشهدك، أنت الشاهد على كلامي، بالولاية لمن واليت ووالته رسلك. رسلك هؤلاء صلة الاتصال بين البشرية وبينك هم الأنبياء. الرسل المن والوا؟ انا اوالي. واشهد بالبراءة ممن برئت منه وبرأت منه رسلك. لهذا حينما يقف الزائر امام الحسين يستحضر هذه المعاني كلها. لذلك تشوف ان هؤلاء حاربوا الامام الحسين، ما يشوفوا كأنه هذا محور للثورة. قاعد تجمع الناس قاعد يقولون: احنا سلموا لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، يا ابا عبد الله ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم، نحن معكم. لهذا لاحظ ان الامام الحسين سلام الله عليه اعطى كل شيء من اجل الله سبحانه، أعطى كل شيء، ما ترك شيئا لنفسه. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني من حب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا القلب اللي ما في غير الله في قلب الحسين، ما في أي شيء، ما في. لذلك تلاحظ الله سبحانه وتعالى هاي حتى حبيبات الرمل، حتى الأيام، حتى الساعات، ديك الأرض اللي اسمها كربلاء، كربلاء وادي كانت مثل وادي، وادي أرادوا قتل الحسين، وإذا بهذا الوادي تحول إلى تاج للدنيا. كل يوم أصبح عاشوراء، وكل أرض أصبحت كربلاء، وكلما تجد يزيد تجد حسينا أصحاب الحسين. لهذا عظمتنا، شرفنا، كرامتنا، إنسانيتنا، مقامنا، احترامنا بالحسين.
كلما نقترب أكثر كلما زدنا شرفا وكرامة وعزة ومنعا في الدنيا والآخرة. مثل هذا اليوم في اليوم الثاني من المحرم وصل الحسين كربلاء. تحسب معي الحسين خرج من المدينة، خرج في أواخر شهر رجب سنة 60، وصل إلى مكة أوائل الأيام الأولى من شعبان، بقي شعبان في مكة ورمضان، ورا رمضان شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، يعني 4 أشهر و8 أيام، ذي الحجة 8 ذي الحجة، يوم التروية كما قلنا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشربت الحطيب، وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. واصل السير أبو عبد الله مع هذه الصفوة المباركة، مع آل بيته، مع نسائه، مع أطفاله، مع أنصاره. وصل كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، يعني كم يوم بالطريق؟ حوالي ما يقارب 24 يوما في الطريق من مكة إلى العراق. ساعد الله قلب الحسين، ساعد الله قلب الحوراء زينب، الأطفال، النساء. حينما وصل إلى كربلاء سأل كما تقول الروايات ما اسم هذه الأرض. طبعا وقف جواده، لم يتحرك جواده، لم يتحرك. سأل ما اسم هذه الأرض، فقيل له نينوى، قال لها اسم آخر، فقيل له يا عبد الله اسمها الغاضريات، قال لها اسم آخر، فقال لها اسم آخر، فقيل له العقر، قال أعوذ بالله من العقر. إلى أن أراد أن يوصلهم إلى هذه الكلمة، ألها اسم آخر، فقيل له كربلاء، فقال كرب وبلاء. ثم قال ها هنا محط رحالنا، ها هنا هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تضرم النيران في مضاربنا. حط الرحال فضمنا خرك ابنا. أريدون من عندك تساعد الحوراء زينب عائلة الحسين، ون تعبها الزهراء روحي فداها. حط الرحال فذا منا يا فرك بنا، وبهذه والله سابي نساء. حط الرحال فذا محط خيامنا، وهنا تكون مصارع الشهداء، وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو بغير وطائي، وبهذه تتفاعل.
تبدل الأكباد من حر الظما وحرارة الرمضاء حين ذاك أمر الحسين أن تضرب الأرنب الخيم وأن يحفر خندق من وراء الخيم على شكل هلال وفي اليوم العاشر أضرب فيه النيران حتى لا يهجمون من الخلف ويواجهون العدو من وجه واحد فقط ولكن أسألكم يا موالين يا معزين هل بقيت هذه الخيام سالمة في اليوم العاشر من المحرم هجم عليهم الأعداء يقول إمامنا زين العابدين والله ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وتذكرت زرارهن يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة ومن حباء إلى حباء والمنادي ينادي يحرق بيوت الظالمين من وجه النيرة يا ويان فرات كل العيال بس العقيلة تحيرة ساعد الله قلبك يا أم المصايب بس العقيلة تحيرة والدمع هما يال قالها عدوها شحيرة الإدلال نادت مثل المطر تهمل مدمع العين ماذا قالت عدنا عليل من المرايض ما يقدر يقوم نايم طريح وساد تعب الخيم يا قوم هو البجية من نسيم هاشم ومخزوم هو الوحيد اللي بقى من خلفة حسين والله جسية قلوبهم والله جسية طبوا يا ويل وفرهدا ونطع الشفية والله بقى السجاد مرمي على الوطية يا مدري يعالج بالمرض يا فقعة حسين خويا النار وسط الخيم تنهاب تنهاب غربة خيلهم للخدر تنهاب 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 الما عندها عشيرة شلون تنهاب يا 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 ليت الغاب ما تلحق علي يا ليت الغاب ما تلحق اليوم ألبس في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات لدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهوا ما فيه حتى برقعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله الآية الشريفة قضاء حوائج المحتاجين بحرمة هذه الليلة العظيمة بحرمة نزول الحسين بحرمة الحسين بحرمة صدر الحسين بحرمة صبر الحسين عطش الحسين غربة الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء